مساء الخير عليكم، معكم سارة من قناة منصورة ريفيوز. النهاردة خرجنا كده نتمشى وقلنا نروح ناكل في رشدي. طلبنا أكلة مسمعة قوي هناك، الأكلة دي اسمها مشنكاح. أول مرة بصراحة جربها وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة. عجبتني قوي. أنا بطبيعة الحال ما بحبش أكل محشي برا البيت، بحس إن لا محشي في البيت حلو. فالوجبة دي أنا ما كنتش عارف هي عبارة عن إيه بصراحة. لما جات لي لقيتها عبارة عن محشي ورق عنب ورز بالخلطة والكبدة وممبار وكفتة وشيش طاووق وسجق. تمام. ونزلوا لنا شوربة اهي، شايفين الشوربة. والمكان هو صغير قوي، يعني بتاع 4 ترابيزات تقريبا، او 4 5 5 ترابيزات، صغير بس مكان عادي وحلو. تمام. ادي الشوربة اهي، وادي المشنكاح. ونسيت الحواوشي يا جماعة. تمام. شايفين بطاطس والرز والحواوشي، كفتة والشيش طاووق والمحشي والممبار. كان فيها ممبار برضو. ودي بقى صور كده من عندهم حبينا نوريها لكم. يعني ده حواوشي على الفحم اهو، ده ساندوتش ميكس، ودي مكرونه بالسجق. انا متاكده ان هي حلوه لان السجق تحفه. تمام. هو حواوشي رشدي معروف قوي، الحواوشي والكبده بتوعه معروفين قوي، بس المشنكاح ده بصراحه تحفه. الحواوشي الجبنه ده رشدي من زمان واحنا متعودين على الحواوشي، ساندوتش الحواوشي بتاعه والكبده، يعني هو الكبده الاسكندراني والحواوشي بيعملوهم حلوين. فلما جربت المشنكاح عجبني، وانا اكله يا جماعه، بحب الاكل جدا يعني وبفهم فيه يعني الحمد لله. فالصور دي من عندهم من على البيج بتاعتهم، قلنا نعرفكم بس الاطباق اللي موجوده. بس هو يعني كمكان هو نظيف بصراحه. حواوشي الجبنة ده ظريف برضو، كنت جربته مرة. ده مشكل مشنكاح اهو، مشنكاح فراخ. وده المنيو، بس الإضاءة مش ظابطة معلش. بالمناسبة اللي يجرب المشنكاح ده يا جماعة، الوجبة كبيرة، يعني هتجيبوا وجبة لفردين على الأقل. يعني ممكن لو انتوا أكيلة هتجيبوا فردين في الوجبة، لو لأ مش أكيلة ممكن 3 وممكن أكتر. وبكده تكون الجولة بتاعتنا خلصت النهاردة في مطعم رشدي شارع جيهان المنصورة. أتمنى تكون عجبتكم، واستنوا مننا جولات تانية كتير.